فإذا شو التست؟ شو الامتحان؟ أي إنسان ممكن يقول أنا هو، أي إنسان ممكن يعبر ويقول أنا مثلا هو، لكن شو الامتحان؟ شو الفحص؟ بالنسبة للرب يسوع المسيح، الناس عرفت الآيات والمعجزات اللي شافوها بقدرة يسوع المسيح، والأقوال مش مجرد عم بيتكلم أقوال عشوائية، مثل ما ذكرت إنه المسيح في إنجيل يوحنا لم يذكر شيء لم يفعله، قال أنا هو خبز الحياة أشبع الآلاف، أنا هو نور العالم فتح العيون، أنا هو الطريق والحق والحياة، فعلا بنفسه جهز وأعد الطريق، أنا هو القيامة والحياة أقام الموتى، علم عن الغفران فغفر. وهنا عندما يقول أنا هو الراعي الصالح وتكلم بالمقارنة عن الرعاة اللي فشلوا في الحفظ على الرعية، فهو الذي يحافظ علينا ويحمينا. فلاحظ إنه الكلام متسلسل بشكل واضح، مش أي مجرد كلام عشوائي. فإذا عندما يقول أنا هو، شو اللي بدور في ذهنك؟